اهلا وسهلا بكم اصدقائي، رجعت لكم بالحلقه الثالثه ان شاء الله. طبعا راح اقول راح اسولف لكم شلون المحاوله الثالثه صارت وياي بالبحر. طبعا ما اعتقد واحد صار وياه ثلاث حالات مثلي، يعني بالبحر شلون احنا من عبرنا من تركيا لليونان. هاي المحاولات الثلاثه، طبعا انا صار اربع محاولات بس الرابعه كل مو كلش يعني زينه، فاسولف لكم هاي ثالث محاوله اللي هي الاقوى شيء. طبعا الأقوى شيء هي اللي قبلها كانت المرة اللي ماتت وياها هي وطفلها. فهسه راح أسولف لكم هاي المحاولة الثالثة شلون صارت وياي. طبعا كالعادة أول شيء نجمع الفلوس من نرجع، من نرجع يحطونا بسجن يقعدونا بيه، لازم ندفع غرامة 50 أو 60 دولار، بعدين يطلعونا. من يطلعونا نطلع على الشارع نروح نجمع فلوس من جديد، هذا اللي يشتغل، هذا اللي يبيع موبايل، هذا ما اعرف ايش، ويطلع فلوس. فمن نطلع فلوس بعدين ناخذ الفلوس ونروح ندور على مهرب ثاني حتى يعبرنا. هم اكثرتهم حرامية، بس انا بالاخير تعرفت على واحد كلش زين، اعتقد كان اسمه دين عصور، رجال ضخم، بعدين لزموا الشرطة. فهذا هم اتسقنا وياه للنقطة. من وصلنا للنقطة نهاية الجبل قعدنا جوا، اجت الناس اتجمعت، صار الدنيا الليل، صار ثاني يوم، صار ثالث يوم، صار رابع يوم، اربع ايام احنا متانين. بهاي الاربع ايام كل شوي من تقليل المكان، كل شوي نقعد بمكان، يعني شلون هاي الحديقة الوراية بس مو مثلها، كانت مثل غابة او مثل الخيم. احنا نسوي خيم عادية هاي البلاستيك ننام بيها، وثلج وباردة باردة باردة موت، وطماطة وخبز وما أعرف إيش. طبعا هنا الزنقين ويا الفقير ويا المفقير كلها تنجمع سوية، كلها تنام هنا. قلت لكم إحنا القارب هذا مثل أنت حياتك بالقارب هاي صايرة. أنت أهم شيء يعني لازم عندك إنه أنت تروح لأوروبا، فزنقين مزنقين ما لها علاقة، كلها تنام سوية، كلها تأكل سوا، وكلها هذا. فمرات تجي الشرطة تدور علينا، يعني إحنا من ننتقل بالسيارة البيضاء الكارفان الصغير تجي تركض ورانا الشرطة مرات هواي وتوقفنا. يعني مو بس ثلاث محاولات محاول لحد النقطة، يعني بس مال النقطة 10 محاولات، واحد يصعد فوق الثاني، 60 واحد بسيارة صغيرة، مرات 120 بسيارة صغيرة، واحد ينام فوق الثاني، واحد ينام فوق الثاني في سبيل نوصل. فهذول الشرطة يشوفون السيارة نازلة، يعرفون أكو مهربين بالسيارة، يركضون ورانا يوقفونا، يأخذون هوياتنا ويأخذون مركز الشرطة. المهم من ظلينا بهاي الاربع ايام قامت تجي هليكوبترات، هليكوبتر تدور علينا. فالناس قامت تطلع من عندنا من الخيام يدورون على الهليكوبتر، يقول لهم تعالوا نقضونا نريد نرجع بطلنا. فالمهرب من يشوفهم يطلع السلاح ماله، يقول له لا تتحرك، اذا تحرك ضربك طلقه براسك. وبيها اثنين قتلهم، ما ادري قتلهم او لا، بس انا شفتهم مضرب طلقات، يضرب طلقات بالهواء ويخرع الناس تموت، تتموت بس اسمع الطلقات. هو يخاف لان اذا يلزموه يعني الشرطة يموتوه موت. فاصدقائي طلعنا بالبلم هم نفس الشيء، نجمع البلم، نجيب البلم، نحط بيه الماطور ما اعرف ايش، لان هو يجينا مو جاهز البلم، يجينا مرات بكراتين واحنا ننفخه ونسوي، مرات مو بكراتين. والله لسه اتذكرها، ننزل الجبل عالي، والجبل هيك بخشب مع الشجر طالع وبسامير وحياية واشكال، ونركض لجوه، وركض ركض 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 حتى نلحق على البلم النفخة ونسويه ونطلع بيه، لان هذا المهرب يوقف هناك يشوف المي خاف فيقول لنا تعالوا. فلا اقول لكم ولا تقولوا لي، كان احنا اقل 60 هالمرة، فلذلك الله سهل علينا وطلعنا. فطلعنا بالمي، والله العظيم هاي المرة ما كانت بالليل، كانت ظهرية. فطلعنا بالمي، نمشي 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 نمشي، ظلينا نمشي 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 الهمن تقريبا صار النص. هم دائما بنص البحر اكو طوب حمر كبار، طوبات هذني هن القاسم مالت البحر مال تركيا ومال بحر اليونان. اذا عبرت ذن الطوبات الحمر فانت قول عبرت اليونان، طبيت اليونان. من الطب اليونان تجي الشرطة تساعدك، بس اذا ظليت بتركيا وعطل وياك شي تجي الشرطة تاخذك الاتراك يكتلوك هناك، ياخذوك للسجن بسرعة. المهم فاحنا ونمشي وصلنا حد الطوب ذن الحمر،
جت باخرة عسكرية ضخمة كلش ضخمة بال 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 بالسماعات يصيح استوب استوب اوقفوا اوقفوا. وقفنا احنا مو بس وقفنا حتى المطر عطل من الخوف. فاحنا قلنا هاي هي خذونا الاتراك راح يرجعونا وتعال عيد من جديد. والله ليش ما يوقفون؟ وقالوا طلعوا العلم اليوناني. احنا شفنا علم اليوناني كيفنا. قال هذا العلم اليوناني احنا اليونان راح ناخذكم لليونان للجزيرة. طبعا احنا الجزيرة كنا متوجهين الها هي جزيرة عسكرية مو جزيرة اعتيادية. فاخذونا للجزيرة العسكرية. طبعا اخذونا للحافة مال الجزيرة وعافونا. قالوا انتوا تكملون الطريق بعد وحدكم ما لنا علاقة. احنا سفينة عسكرية متعداية قلنا ننقذكم ونطببكم مدينتنا يعني العفو للجزيرة مالتنا. بعد الشرطة العسكريين الاتراك ما يقدرون يوصلون يعني يعبرونه. فهو شنو هذا السفينة ما ساعدونا ظلوا يمشون يمنا يعني تقريبا بعد كيلو علينا واحنا بعد كيلو. هاش صفرو هاش تصفرو يا جماعة كل شد أب نعم نحكده شد أب يا حسين وراك الزورق كمان انتو خير وصل اوكي لا حد يحرك حاله قوة لا حد يحرك حاله هو بالمر رح يغرق قال لي اللي جاي رح يغرق خليك مثل خفر السواحل خفر السواحل يوناني خلي اتكانا على الله خبر السواحل يا هدي 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 يا جماعة اللي معه تلفون يصور شايفين مقتله انا وصلنا 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 طف لا طف خليه خليه بعد 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 وصلنا خلينا نوصل احنا هدي 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 طفي طفي هدي شمان اخبط فيه شمان اخبط فيه عمل لك طفي شمان اخبط فيه رح يربطونا بحبل خفر السواحل اليوناني خافوا لا تخافوا خلاص يا يا لطيف هاي ضغط الموتور يا ضغط الموتور ضغط الموتور ضغط الموتور على الاثار وراه صار على الشاطئ يا اصدقائي فهو هذا ما يقدر يعني أبو السفينة الكبيرة يجي يمنا لأنه من يجي يمنا الروج يرتفع ويقوم يضرب البلم مالتنا من يضربه ننقلب فلذلك هو يروح بعيد وإحنا بعيدين. المهم فالسايق مالتنا ظل يمشي سريع 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 لما نضرب الجزيرة ضرب الحافة كله حجار كبار تفلشت الأمامية مال البلم كلها. المهم نزلنا نركض 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 صعدنا لفوق للجزيرة. الجزيرة طبعا عسكرية. اول ما وصلنا الباب مالتها لزمونا بالاسلحه يحكون بالانجليزي سيت داون قام يضربون بالهواء. هاي طبعا بالحلقه الجايه راح اكمل لكم القصه صار ويانا. فاصدقائي اذا عجبكم الموضوع انا مثل ما قلت لكم خلصت محاولاتي راح احكي لكم على الجزيره وشلون وصلت اوروبا وايش صار هاي بالطريق. حاولوا تدعموني بهذه القناه
وعلقوا لي وطوني أراءكم. أهم شيء عندي الآراء. وتحياتي.